اولا الحمد لله مبروك علينا طروابوني. كيف قلت قبل غتزيد تعطينا واحد الثقه اكثر، غتخلينا نشتغلوا في اريحيه اكثر. فالحمد لله يعني فهاد الظرفيه بالاخص يعني اهم حاجه بالنسبه لنا هي النتائج. الحمد لله طروا ماتش الاخرين كنديروا نتائج ايجابيه، نتمنى ان شاء الله نكملوا في المسار ديالنا ايجابيه، في انتظار نحسنوا المستوى ان شاء الله ونكونوا احسن في قادم مقابل ان شاء الله. وشوف اي لاعب حنا كندوك كلاعب زعما يعني اي لاعب ما كيبغيش يكون مستوى ناقص، كيبغي ديما يقدم زعما احسن مستويات ديالو. مي الا رجعتي واحد دومو دابا اللور غتشوف علاش كاين النتائج وعلاش كاين العياء وعلاش كاين ما كيبانش المجهودات. يمكن جوج اللاعبين هذا الموسم ما مرتاحوش من الموسم الماضي، يعني مثلا ما خديناش الروبو ديال نهايه الموسم، مشينا للكوب داراب من ورا السوبر من ورا الشامبيونز ليغ، مي كاينه عوامل. مي الحمد لله حنا كنحاولوا ما امكن نخرجوا في اقرب وقت من هذه الازمه هذه. فالحمد لله يعني طروا ماتش كيقولوا حققنا شي ايجابيه، نتمنى ان شاء الله نكملوا في هذه الايجابيه ونحاولوا ما امكن ان شاء الله نحسنوا المستوى ان شاء الله ونرجعوا في ديك الفورمه ديالنا الحقيقيه ان شاء الله.